كم وكم أغنية متكيد 400 جلم 12 زوز اللي بالبيض وكم أغنية متكيد 400 جلم 12 زوز اللي بالبيض كم أغنية متكيد 400 جلم 12 زوز اللي بالجيم 12 زوز اللي بالجيم 12 زوز اللي بالجيم مسكت النجوم بإيديكي ولا لسه؟ النهارده فول مون النجوم والليلة تحبني محمود؟ لا بجد؟ تحبني؟ لا مين نقمة؟ مين نقمة اللي انت كنت بتتكلم عليه وانت نايم؟ اسمها نعمة وانا ما كنتش نايم، انا كنت بهلوس، هتحاسبيني كمان على الهلوسة؟ مين نقمة؟ مين نقمة؟ طب قولي اسمها صح الأول. مين نعمة؟ نعمة كانت واحدة في الشارع عندنا في البيت، كنت بحبها، ست كبيرة عند والدتي. خلاص ارتحتي؟ مصدقاني؟ هاي مصدقك عشان انت مش بتكذب عليا، ده انت قلت لي بقضمة لسانك انك بتعرف ستات تانية. قضمة لسانك؟ وحشني البلد الايرلندي والله. ما بحبش الصحراء، طول ما انا فيها بفكر في اللي فات وانا ما بحبوش. انا لا عايز افتكر اللي فات ولا عايز افكر في اللي جاي، نفسي اعيش النهارده وبس. الصحراء ملهاش ذنب في اللي انت فيه، انت فيه في حياتك سر، سر من زمان وانا مش عاوز اعرف. أنا اللي هيجنني إنك بتفكر كتير في الموت، ومفيش حد بيفكر في الموت لو عنده أزمة. أنت إيه أزمتك حبيبي؟ رايح أعمل حاجة ملهاش معنى، رايح أنفذ أوامر حكام بكرههم وبيكرهوني، ورايحة عند بدو بيكرهوني قبل ما يشوفوني. أهل السيوة مش بعد، أهل السيوة ليهم أصول مختلفة. وأنا برضو بيكرهوني. أنا أعرف أن أهل السيوة هيحاربونا والسهرة دي هتحاربنا، وكلنا هنموت زي ما كل الناس بتموت. بس المهم ان احنا ما نبقاش عاوزين نموت وما نموتش مهزومين. مين قال ان انا عايز اموت؟ ابدا. واحنا نمتلك ايه غير الحياة عشان نعيش كل لحظة فيها؟ يا ربي انا ازاي ما اتجننتش لغاية دلوقتي؟ جناب المأمور انا جبت لسعادتك الشاي. تعال يا ابراهيم تعال. كمل يا ابراهيم. اتفضل. هات يا ابراهيم. تسلم ايديك. بالهنا والشفا. شكرا. جنابكم تطلبوا حاجة تانية؟ نؤمر. وانا لو امرت يا ابراهيم هتعمل لنا ايه في الهو ده؟ طب والله لو في نخلة هنا كنت طلعتها لسعادتك. بلاش نفاق ابراهيم، لو في نخله طلعتها رقبتك هتتقطم. ابقى استفدت ايه هنا؟ اقعد. ما يصحش سعادتك. اقعد. اقعد يا شويش. شويش ابراهيم، بدل ما تطلع نخله وتموت، قول لنا معلومه مهمه عن سيوة. ما انا قلت لسعادتك على كل حاجه. قول كمان يا ابراهيم.
يا حلمي سيوة دي غير أي مكان وناسها غير بقية الناس، يقولوا في عيوبهم زي ما يقولوا بس هم أشجع ناس شفتهم في حياتي. لما جيت حملة الجيش من 20 سنة علشان نقدمهم كنا بنضربهم سعادتك بقنابل المدفعية وهم ما كانش معهم سلاح، يدوبك شوية نبابيت على شوية أسلحة ولا الخردة. والله كانوا بيدافعوا بيه عن نفسهم من ورا السور، إنما يستسلموا يستهنوا أبدا. راح منهم على قد ما راح وهم صامدين لغاية بقى ما خلصت ذخيرتهم. راح منهم ياما، منهم عدوات بس تلاقيهم ايد واحدة كلهم قدام الأغراب. حتى المصري بيعتبروه غريب، يدخلوش حد بينهم أبدا. ما بالك بقى بالكفار اللي زي شهويش. العفو يا استاذ، أنا قريت فعلا إنهم بيكرهوا الأوروبيين وكمان قتلوا رحالة كتير راح يكتشفوا سيوة. فيدي ما نقدرش نلومهم، شايف البلاوي اللي عاملينها الأوروبيين. أظن إن كرههم للحكومة أشد يا سعادة المأمور، هما كارهين دفعهم للضرايب، عندهم حق. بس أنا مستبشر خير بسعادتك، اللي سبقوك كانوا أتراك أو شراكسة. سعادتك أول مصري يتعين مأمور على الواحة. طب أستأذن أنا بقى، ولو عشتوا حاجة أنا موجود. تصبح على خير يا شوشو إبراهيم.